نادي الرجاء الرياضي فرع كرة الطائرة. نحن في صدد تأسيس هذا الفرع بحضور السيد الكاتب العام للمكتب المديري نادي الرجاء البيضاوي لطيف هريبة. بحيث الآن المكتب المديري تضم اللي تحت اللواء ديالو يعني أزيد من 18 فرع، واليوم يعني حنا سعداء بتأسيس فرع رقم 19 ديال المكتب المديري، ويتعلق الأمر بفرع ديال الكرة الطائرة. تتعرفوا على أن الكرة الطائرة هي رياضة أولمبية، وما تخفاش عليكم الدور ديالها في ضمن الألعاب الجماعية. المكتب المديري بتأسيس هذا الفرع تتوخى أنه تكون واحد الإضافة، تتوخى باش تكون يكون تعزيز للترسانة ديال الفروع ديالو، بحيث أنه تأمن يؤمن إيمان قويا على أن القوة ديال النادي أو كل نادي هو بفروعه وبمكتب مديره وليس بفرع دون الآخر. المكتب المديري كذلك وضع الثقة ديالو في السي عبد الرحيم جلها، ماشي اعتباطا وإنما يعني تتعرفوا السيد عبد الرحيم، وهذه الكلمة ليست مجاملة في حقه، أنا فقط هذه شهادة. فالسيد عبد الرحيم جلها يعني معروف بنزاهته وبأخلاقه وبحبه للرياضة، وتتعرفوا أن السيد جلها يعني كان وراء تأسيس مجموعة من الجمعيات لا المحلية ولا حتى الوطنية ولا الجهوية. سي عبد الرحيم جلها كان يعني فاعلا كبيرا وبطلا في ألعاب القوى، وكان مدربا ومديرا تقنيا، وكذلك سي عبد الرحيم جلها كان فاعلا كذلك في كرة القدم، كان من وراء تأسيس ومن إعادة هيكلة ديال النادي الكبير ونادي اتفاق عين الشق. سي عبد الرحيم جلها كذلك كان من وراء كرة اليد، وكان لاعبا مرموقا في فرع نادي الرجاء الرياضي. إذا ممكن المكتب المديري اللي يوضع الثقة في هذا الرجل نظرا لخبرته الطويلة في الميدان الرياضي، وكذلك نظرا لكونه تتوفر على مؤهلات كبيرة وخبرة غادي بالتأكيد غادي تكون واحد الإضافة ليس فقط لهذا الفرع وإنما للمكتب المديري ديال نادي الرجاء الرياضي ككل، وحنا خصوصا أن المكتب المديري الآن ليس فقط بصدد إعادة الهيكلة ديال المكتب المديري وإنما لتنقية، بهذه العبارة اسمحوا لي على هذه الكلمة، تنقية المكتب المديري
من كل الطفيليات ومن كل الذين للارتزاق. ونحن الآن بوضعنا الثقة للسيد عبد الرحيم الجلاء، نكون وضعنا ثقة في واحد يعني أخ عزيز علينا وعنده تجربة كبيرة وكذلك عنده سمعة طيبة، وهذا هو الشيء اللي تنطمحوا له، وأننا نحاول ندمج أكبر عدد من الأطر اللي عندها سمعة طيبة وكذلك عندها الكفاءة، لأن الكفاءة بدون سمعة فلا تساوي شيئا. ما نطولش عليكم الحديث طويل على السي عبد الرحيم جلاها، وانتم تعرفوا أكثر منا ولا عن الشوق، ونتمنى على أنه يعني هاد الفرع ياخذ المسار ديالو تحت أو في ظل المكسب المديري، ولهذا الأخير اللي باسمه باسم الرئيس والرئيس المنتدب كل من أستاذ سيبوب والأستاذ ليسقلي بقية الأعضاء، فتوجه الشكر للسي عبد الرحيم جلا على قبول تحمل هذه المسؤولية لتأسيس هذا الفرع، وذلك تنتوجه من خلاله إلى السادة الحضور الكريم، واللي أنا تشوف هناك أطر يعني أطر مرموقة على الصعيد الوطني أعطت يعني شيء الكثير للألعاب القوى ولا حتى بقية الرياضات، وهذا بحقه هو غادي يفرحنا، وسأنقل ذلك بكل أمانة إلى السيد الرئيس وإلى بقية الأعضاء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السي أمزاد كاتب العام للمكتب المديري لنادي الرجاء البيضاوي، ونعطي الكلمة الآن للسي الشعبي بطل عالمي وداعية السلام ومفتش بوزارة الشباب والرياضة. شكرا السي عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء، إن كنت أشكر فالشكر لله الذي جمع الوجوه الطيبة وجوه الخير الذي أعطت شيء الكثير للرياضة بصفة عامة ولجميع الرياضات بصفة خاصة. وبهذه المناسبة لازلت أتذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فسي عبد الرحيم عرفته في ألعاب القوى وكان من الأبطال الدوليين، شارك في ألعاب البحر المتوسط وشارك في عدة تظاهرات إفريقية ودولية، كما سي عبد الرحيم كان من المؤسسين ديال فرع ألعاب القوى ديال الرجاء. ولأذكر مرة أخرى لأن الرجاء فازت بكأس العرش مرة واحدة في حياتها في ألعاب القوى، وكان سي عبد الرحيم جلها مع السي بقار الله يرحمه رحمه الله، وكان في أنا ذلك السي المعزاوي والسي مصدق اللي هما كانوا عداء السي العلوي تا هو كان عداء ديك الساعة، مرة واحدة بلا فلوس بلا تشي حاجة والرجاء فازت. الآن الرجاء عند الفلوس وما فازش في كأس العرس، هذه عباش نذكر السي عبد الرحيم جلاها إنسان طيب ذو أخلاق حسنة صراحة، وحنا كنفرحوا اليوم باللي هاد المهمة اللي تسندت للسي عبد الرحيم فهي تشريف ولكن في الواقع لأنها تكريف. وكنشكر المكتب المديري بجميع أعضائه اللي وضعت الثقة، لأن حين نريد أن نفعل شيء دائما نرجع إلى المرجع، لأن من المرجع نستفيد ومنه نفيد، ومرجع المغاربة هي الخطابات المولوية السامية الذي قال في إحدى الخطابات يوجد في هذه الأرض الطيبة أولاد الناس، والسي عبد الرحيم راه واحد من أولاد الناس اللي ضحى ماديا ومعنويا في الرجاء ديال ألعاب القوى بدون مقابل. هنا كنرجعوا دائما لأن الإخوان اللي كاينين كاع لهنا راه أساتذة ومفتشين والصراحة، وأنا كان الشيء اللي بغى اللي أثر فيا هو هذا الحضور اللي كنشوف أنا عدة شخصيات اللي أعطت شيء الكثير في التقطير في التسيير في التعليم في جميع، وهذا حتى في السياسة لأن هذا الشيء كيبين بأنه هو كاينه وجوه طيبة وباغا تعمل. وإحنا السي عبد الرحيم رحنا اليد اليمنى ليه، ومرة ثانية كنشكر الجميع، وهذا الشيء اللي المكتب المديري اللي وضع الثقة
السي عبد الرحيم راه الثقه في محلنا والامور ستسير من احسن الى من حسن الى احسن. وحنا حنا راه غادي نكونوا بجانب السي عبد الرحيم. وشكرا. مشروع ديال القانون الاساسي، وهذا القانون الاساسي كيسري على جميع الفروع ديال فريق الرجاء الرياضي. اذا القانون الاساسي تقريبا ها هو راه تقريبا حالو فحال القانون الاساسي تقريبا كاع الفروع ديال الرجاء عندها القانون الاساسي، كيتغير فيهم غير الفرع. باش نصادقوا على الاخوان الى كاين شي تساؤل دابا يمكن الاخوان واحد نقطه النظام. واخا انا هنا باش نكمل السي عبد الرحيم، حنا المكتب المديري صادق عليك، ولكن حنا غادي نصادقوا عليك حتى حنا، لان وغادي نصادقوا عليك في مسائل اخرى، لان حنا غادي ندعموك هنا وندعموك، لان الرجاء راه اسم راه ماشي سهله، ولانك راه ضحيتي انت في الرجاء ديال العاب القوى وكنتي من المؤسسين ديالها. ها اذا حنا الله يجازيكم بخير. فوالا حنا واخا واحد الناس راه ما خانوه وباركين ما بغاوش يدوا حتى شي حاجه، السي السكير السي كدا السي هذا، وكاين ولاد الرجاء راه كاين السي المعزاوي اللي المدير ديال الماراطو ديال، وكاين الاخوان كلهم راه ولاد الرياضه وكلهم، لا السي عراب لا السي العلوي لا الاخوان كلشي، السي السكير راه حتى هو بارك، السي اللوزي واخا جرى حتى هو راه كان العدو الريفي وكذا وهذا وهذا، ولكن راه شويه خاصيه البسط وخا خربوش. لا لا خربوش الحياة، لا لا خربوش حيت عا الربح داكشي ملي كنا كنجريو كي الربح ديالو كيخوفنا، ومعنا السي ابراهيم تا هو ما نساوش مصدق وعاون صاحبك خذ السي المعزاوي. بغا يخدم السي المعزاوي يلا من الابطال الكبار ديال العاب القوى، هو المدير ديال الماراثون ديال الدار البيضاء. نشكرك. خذ السي المعزاوي كلمة. الكلمة اللي تلقيتها أمس واللي زاد واللي زاد كثر فرحني بزاف هو هاد المكتب المديري الجديد ديال الرجاء، جميع الفروع ديال الرجاء اللي عاوتاني حيا الذاكره ديال الكره الطائره. الناس اللي خصها يعرفوا الكره الطائره شنو عطات للمغرب، هذا هو اللي خصنا نتكلموا عليه حنايا. خاص الناس ديال المكتب المديري يكونوا عارفين انتي الهيستوريك انتي التاريخ ديال الكره انتي الكره الطائره في المغرب. وشكون اللي كان فيها؟ كانت تقريبا خمسه ديال العناصر كانت تتشكل المنتخب الوطني، فهمتي؟ ماشي الرسم كانوا فيها الناس كما تقولوا لنا احنا كان فيها عظامه ديال ديال ديال, ديال البولي في المغرب. مع كل الاسف وقع ما وقع، لان كان ديك الساعه كان المكتب المديري كان هش، ما كانش يهتم بزاف بالفروع، كان يلاه الفرع ديال كره القدم، وهادي هادشي كان في المغرب كله، ما تنعيبش انا على الرجاء، ولكن هادشي كان الفوتبول كان مسيطر سيطره مطلقه على جميع الفروع. ولكن الامور الحمد لله تغيرت، القوانين انا اللي عجبني بزاف هو القوانين تغيرت مع الدستور الجديد، فتح واحد اون فيزيون باش يكون اقلاع حقيقي ديال الرياضه. طبعا حنا المستوى ديال الرياضه فين دنات، وانت ككاتب عام ولكن ماشي كاتب، كفاعل رياضي تنعرفك مزيان انا، كانسان اللي مناضل في الرياضه، اللي تنطلب من المكتب المديري ماشي غير ناسسوا فرع، الفرع هو كاين وحنا غنحملوا مسؤوليه للاستاذ ابراهيم، وحنا غنتحملوا معاه مسؤوليه، غنساعدوه غنعاونوه غنعاونوه كاطور غنعاونوه، ولكن المكتب المديري هذا الفرع هو ديال المكتب المديري، خاص يتبناه هو، يتبنى هذا الفرع تيوقف على رجله كما تنقولوا، لان دابا يلا غيبدا ازيرو، راه كان فواحد المستوى عالي، دابا غيبدا ازيرو، خصو يبدا بليكول وتيكون. وانا تنتيق سي عبد الرحيم، علاش؟ لان العامل الاساسي هو انت من حسن حظنا هو رجل التعليم،
واطار ديال التربيه البدنيه وعنده علاقات كبيره مع تيعني الناس كلها غادي تدعموا وغتطعموا بعناصر اللي مهمه، ولكن الجانب التقني والنضالي بوحده، ولكن الجانب المادي تيلعب الدور ديالو. اللي تنطلب من المكتب المديري انا ما تنطلبوش حنا شي حاجه مستحيله، على الاقل السيد ندعم وتوقف على رجله، ومن بعد راه الفولي غياخذ طريقه ان شاء الله وما غاديش ما غادي. ولكن عاوتاني تنبغي نسمو تنبغي نطلب المكتب المديري في شخص السيد كاتب عام، انا تنقول الرجاء فوتبول، انا رجاوي الرجاء فوتبول فهمتي واحد المستوى عالي، بغينا جميع الفروع تكون في المستوى فهمتي. هادو الهوز ديالي وشكرا. نرجعوا ديما نرجع الى المرجع المكتب المديري، لو الفضل دار الثقه في السي عبد الرحيم، خصنا حنا نساندوا المكتب المديري ونديروا حنا الثقه، لان فيكم ابطال فيكم اطور فينا كنا، خصنا نساندوا السي عبد الرحيم وكنا غير بالنسبه للتصويت على القانون الاساسي، تعرفوا لان القانون الاساسي ضروري يدوز عن طريق يمر عن طريق المكتب المديري للمصادقه من ناحيه البدايه، علاش؟ باش يشوف مدى مطابقه بنوده مع جوهر يعني القانون الاساسي ديال المكتب المديري كاكو ديال نادي الرجاء الرياضي كاكو. هذه مساله روتينيه، هاد العملية غتتم في هاد اليومين يعني السبت والحد، على أساس أن نهار الاثنين إن شاء الله تعطاه القانون الأساسي يعني منقح ومصادق عليه رسميا، باش يمكن السي يعني الرئيس الجديد والمكتب الإداري اللي غتصوتوا عليه دابا أنه اللي تولوا فيه الثقة أنه يدوز الإجراءات الأخرى الإدارية باش يوضع الملف ما يخص ليغاليزاسيون إلى آخره. في الاول تصادقوا مبدئيا على يعني كما جرت العاده في جميع الجمهور العامه، فتبقى الكلمه الاولى للجمهور العام كاعلى سلطه انه لازم يصادق على القانون الاساسي، وبعد ذلك على ضوء القانون الاساسي او بناء على مقتضيات القانون الاساسي يتم يعني انتخاب الرئيس والمكتب وبقيه اعضاء المكتب الاداري. النقطه الاولى وهو وسمحوا لي نزيد شويه في هذا الجمع، فسمحوا لي نسير الجلسه لان نورمالمون ان السجله هذا الان خاض على العتق ديالو يعني التحضير للجمع، وبالتالي بعد التحضير مباشره هو خصو يقدم استقالته كلجنه تحضيريه باش تصح المجال بكل موضوعيه الاخوان يشكلوا الرئيس يشكلوا المكتب انطلاقا من الرئيس واعضاء المكتب. اذا في البدايه قبل ما نمروا لتشكيل المكتب لابد من صادقوا على القانون الاساسي اللي غيكون هو الدستور الاول، من بعد القانون الاساسي ديال المكتب المديري، ومن بعد ذلك كاين القانون 039 وقبل منه كاين المرسوم الى اخره. اذا كاين واحد التدرج في القوانين، الان كاين القانون الاساسي تصدقوا عليه، المفروض انكم يعني عرفتوا بعض البنود، واللي باقي ما عرفش ممكن اننا نقراو قراءه يعني سريعه لهذه البنود باش تصدقوا عليها. الا كنتوا ديجا اطلعتوا على مشروع القانون الاساسي حنا تصدقوا عليه، واللي باقي ما اطلعش عليه وبغى مازال نطلعوا ممكن نقراوه ماشي مشكل، شي واحد باش الانسان ياخذ فكره على القانون الاساسي اللي غيصوتها، او لا تخليو الصلاحيه للمكتب المديري يدير المراقبه ديال هذا القانون ويصدق عليه بصفه نهائيه، لان غتكون مادام المكتب المديري احنا مصادقين عليه. عندنا نظره على هذا الشيء، إذن دوزوا التصويت على القانون الأساسي، حيث هو لابد أنا واخا أنا عارفكم طلعتوا عليه، ولكن من الأخلاقيات ديال الجمهور لازم تعطوا الصلاحية للجمهور العام، حتى هو باش يجلب الدلو ديالو،
لأن وإلا غنكونوا هنا وجهنا الجمعة بواحد الطريقة اللي هي ما ترضيش بعض الإخوان. التصويت ديال القانون. إذا شكون ضد القانون الأساسي؟ شكون المثال؟ إذا أوتوماتيكم وراء الإجماع على القول الأساسي وشكرا. إذا ندوزو مباشرة لانتخاب الرئيس والمكتب. غادي بطبيعة الحال الرئيس هو الأول. غادي شكون اللي بغى يترشح؟ عبد الصلاح ياوي. لا لا بلاتي دابا الرئيس الرئيس. أنا عطيني أنا لابد نقول لكم شنو بغى يترشح. شكون بغى يترشح؟ ربما ربما تكونوا انتم ديجا اتفقتوا على واحد من حقكم، ولكن لابد ان تكون لنا معنا السلطه المحليه ومعنا الاخوان. ضروري ضروري ان تكون الديمقراطيه المطلقه في الجمعيه والشبابيه. اذا شكون اللي بغى يترشح؟ ربما شي واحد يتفقع يقول لك ترشحوني انا ولا شي حاجه. عرفتي شكون اللي بغى يترشح الاداري؟ دابا عندنا مرشح واحد مرشح. شكون اللي بغى يترشح؟ اللي بغى يترشح هي السبعه. حتى الساعه باقي كاين ما كاين حتى شي مرشح. كاين مرشح واحد. اذا كاين واحد كاين سي عبد الرحيم جلال. شكون الثاني؟ سي مهراوي. اذا كاين سي عبد الرحيم والسي مهراوي. عطينا فيك سي لا تنهضر دابا على رئاسة المكتب. إذا رئاسة المكتب لحد الساعة مرشح لها واحد عبد الرحيم جلال. شكون اللي مرشح؟ ها؟ إذن بالتصفيق إذن بالإجماع وبالتزكية ديال الجمعة سي عبد الرحيم جلها هو الرئيس تاع كرة الطائرة لنادي الرجاء الرياضي. كاين جوج ديال الاختيارات، إما الرئيس يشكل مكتب عطوف الصلاح يشكل المكتب ديالو على راحته بمعنى الجمع العام كما جرت العادة تفوض لي هذه الصلاحية، وبالتالي وخيفوض لي الصلاحية تيولي هذا المكتب اللي غادي تختار من طرف الرئيس راه تيكون منتخب، هو منتخب بطريقة غير مباشرة حيث الجمع العام تعطيها التفويض، وكاينة طريقة أخرى وهو نديرو اقتراع مباشر نائب الرئيس ندوزو النائب الثاني ندوزو الكاتب عام نائب الكاتب عام امين المال. هذه طريقه كلاسيكيه. انا كيبان لي الصلاحيه هو شكون اللي ضد هذه الطريقه ديال الصلاحيه؟ كاين دابا نعطيو الصلاحيه للسي عبد الرحيم، شكون اللي ضدها؟ يكون عسكري واحد يقول اذا كل شكون اللي ممتنع انه قاعد برايه في هذا الموضوع؟ اوكي اذا كلكم متفقين على ان السي عبد الرحيم يشكل. إذا أنا غادي نعطي الكلمة الآن رد المشعل سي عبد الرحيم باش يكمل. إخوان أنا كنشكر جميع الأعضاء، لأن تقريبا هاد الأعضاء راه كلهم أصدقاء ديالي وكلهم كانوا معايا في ألعاب قوى ولا في التعليم ولا في كل شيء. تنشكر الإخوان كلهم على الثقة، وإن شاء الله أنا غادي نكون عند حسن ظن كل شيء، وإن شاء الله هاد المنطقة إن شاء الله ردوها كلها رجاوية. لا 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 صافي لا 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 احنا دائما كنديروا فيك الثقه ودائما كتكون عند حسن ظننا اللي ما عجبتش كان انك ناخذ كلمه. المهم غير بالنسبة لكاع الفروع اللي داس كنتي عند حسن ظننا وكنتي في المستوى اللي مرموق اللي كنتظروا منك باش ترقي هاد جميع الأندية اللي درنا. غير إن شاء الله بالنسبة لهاد الحي هاد الساكنة بغينا هاد كرة الطائرة تكون تعطي تكون في المستوى تكون وحنا بجنبك إن شاء الله.